طبعا هو الكبد الدهني الآن زي ما أنت حضرتك تفضلت هو مرض العصر، وصار فيه كثير حالات يعني بتجينا على العيادات والمستشفيات إنه هي يعني منتشرة بشكل كبير، اللي هو حتى طبيا هي النون ألكوحوليك فاتي ليفر، يعني بسببها إنها تراكم الدهنيات على الكبد، وطبعا النتيجة النهائية جدا خطيرة إنه هي تسبب تليف الكبد. فالفاتي ليفر أو الدهن الكبد الدهني يعني الحمد لله بإذن الله تعالى ممكن إنه هو المريض يعني يتوصل لعلاج، بالعلاج بالتغذية وبتغيير نمط الحياة بيرجع تاني ويصير عنده كبد طبيعية. طبعا تراكم الدهون على الكبد أسبابها واضحة جدا، إنه هو في أكل من يعني تناول الكثير من الأطعمة الدهنية والأطعمة اللي هي السكرية، لأن الناتج النهائي للمواد السكرية والمواد النشوية بس تدخل جوة الجسم، الجلوكوز بيتخزن جوة الجسم على شكل دهون. فطبعا زي ما قلت أنا تناول الكثير والكثير وعلى فترات طويلة، طبعا سنوات طويلة، من السكريات والحلويات والأكلات الدهنية المشبعة أو اللي هي جدا مشبعة، يعني أكل مشبع من المقليات من الدهنيات، مش الدهنيات الجيدة أو الصحية، الدهنيات الغير جيدة.